باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا بعنوان من كنوز الكتاب المقدس بين الختان اليهودي والمعمودية المقدسة. الختان اليهودي رمز للمعمودية، وكمال الوعود اللي موجودة في الختان تمت في المعمودية. الختان اليهودي كان مفروض يبقى مش ختان الجسد، ان الانسان يكف عن الشهوة لما تتقطع جزء من جسده فقط لا غير، لكن كان مفروض ان القلب يختن كمان، والفكر يختن، والاذن تختن، والاعضاء كلها، الإنسان يكون كله لله. وده تم في المعمودية، بنعمة ربنا تم في المعمودية. لكن اليهودي ما قدرش يتمم هذا الختان، وحسبت ختان حسب غرلة له لأنه لم يتمم الختان. عشان كده نلاقي أن معلمنا بولس الرسول بيكلمنا في رسالته لكولوسي عن ختان تاني غير مصنوع بيد. اليهود ركزوا على الختان اللي بيد، لكن هنا يقول لنا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كولوسي أصحاح الثاني، يقول وبه أيضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد. إزاي الكلام ده؟ بخلع جسم خطايا البشرية، الإنسان العتيق تغيرت طبيعته، فخلع جسم خطايا البشرية، الإنسان العتيق مات في المعمودية بختان المسيح، وبقى الإنسان زي المسيح، ما هو القلب بتاعه طاهر وفكره طاهر ونفسه طاهرة، الإنسان خد ختان المسيح. ويروح على طول معلمنا بولس الرسول رابطها بالمعمودية، فيقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا بإيمان عمل الله. هنا بقى في موت، دي الجزء اللي اتخلع، الجزء اللي اتخلع في الختان جزء صغير من العضو الذكري، لكن اللي اتخلع في المعمودية هو الخطايا، جسم خطايا البشرية، الإنسان العتيق بشهواته بفساده. في الختان الإنسان مفروض يعيش في طهارة، ما قدرش، لكن في المعمودية أقمنا أيضا بإيمان معه بإيمان عمل الله الذي أقام الأموات، زي ما المسيح أقام. يبقى إحنا متنا مع المسيح وقمنا معاه في جدة الحياة، زي ما يقول لنا كده، جدة الحياة، الحياة الجديدة المقدسة. بقالنا شهوات للسماء وأفكار ناحية السماء، وبقالنا طبيعة تانية تعمل فينا بالروح القدس اللي سكن فينا، وبقينا مسكن للروح القدس. الإنسان الجسداني جسداني ويفكر في الجسد، لكن الروحاني الجديد اللي قمنا بيه هو ده الختان الحقيقي، والقلب والفكر والنفس بقت مقدسة لربنا. ويكمل في آية 13 يقول وإذ كنتم أمواتا في الخطايا، يبقى احنا كنا أموات قبل المعمودية في الخطايا، وغلف جسدكم. الخطايا كانت مخلية الإنسان ميت، مش قادر يتعامل مع ربنا. كنتم أموات بالخطايا وغلب جسدكم الجسد الشهواني مسامحا لكم بجميع الخطايا. مين اللي سامحنا؟ المسيح له المجد. سامحنا امتى وازاي؟ سامحنا على عود الصليب. عشان كده في آية 14 يقول لنا اذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضد لنا، يعني ممسوك علينا خطايانا، ومكتوبة كأنها مكتوبة مستند. صك، الصك ده يعبر ان هي الخطايا ديت يعني ما نقدرش نفلت منها، واحدة واحدة علينا، ضد لينا في الفرائض، الفرائض اللي هي الوصايا الإلهية اللي احنا خلفناها، واللي كان مفروض نعمله صح واحنا ما عملناهوش. الذي كان ضدا لنا، ده كان ضد علينا، ضد لينا، علينا الكلام ده كله. المسيح محى الصك ده، زي ما بنقول له كده، مزق صق خطايانا في صلاة الساعة السادسة. الخطايا بتاعتنا دي مزقها المسيح ومحاها. يقول وقد رفعه في الوسط مسمرا إياه بالصليب، الدليل علينا ده انتهى مع صليب المسيح. الكلام ده تم
في معمودية المسيح له المجد لما متنا معاه ولما قمنا معاه. تم على الصليب، بس عمليا بقالنا الكلام ده بصورة عملية تنفذ فينا لما نزلنا المعمودية مع المسيح، دفننا معه وقمنا معاه، وما بقاش علينا الصك ده الخطايانا، لكن خدنا التبرير والحياة الجديدة. هنا معلمنا بولس الرسول برضو في رسالة روميا 6 بيقول لنا نفس الكلام: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا الموت، يعني متنا معاه واحنا في دخلنا المعمودية كأن عشان نموت. زي ما في جزء بيقطع من الغرلة بتاعت الجسد الذكر اللي بيختم وبيموت، احنا كمان متنا معاه. هنا بقى متنا معاه يعني الطبيعة القديمة خلاص ماتت معاه، فدفننا معه بالمعمودية للموت، خلاص اتدفننا، ما بقاش في الإنسان العتيق ده. لكن لما نطلع من المعمودية لازم نكمل حياة الإماتة ديت، زي ما كان المختن لا يكتفى بأنه يختن وخلاص لكن لازم يعيش لله، احنا كمان لما نطلع من المعمودية لازم نعيش حياة الإماتة، يعني نموت نفسنا على الشهوات والخطايا ونبقى مختونين، النظر مختون، عيني ما تشوفش غير اللي يشوف رب اللي يحب ربنا، وداني نفس الوضع، وايدي ورجلي كل اعضائي، مش كده وبس، ده احنا كمان نعيش في جدة الحياة. عشان كده يقول لنا: حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. المسيح قام بمجد واحنا نقوم كمان في الحياة الجديدة، مجد الحياة الجديدة، الصورة الجديدة، نتغير بتلك الصورة، صورة المسيح من مجد المجد. دي عايزة مني أنا أبقى جهادي هنا بقى، وتعبي هنا ومحبتي لربنا هنا ومسكتي في الحياة الجديدة هنا عشان الروح القدس يديني. فإذا هنا المعمودية والختان في شبه كبير بينهم، لكن طبعا الفارق عظيم، لأن الرمز أو الصورة البسيطة بتاعت الختان لا يمكن أن تقارن بصورة المعمودية اللي فيها الكمال. فهنا الختان لما نسمع الختان يخلي ولاد لربنا، بس المعمودية دي بقى إيه؟ تخلينا أولاد لله وأولاد للسماء ومعانا سلطان. الختان أولاد العهد القديم، والمعمودية أولاد العهد الجديد عظيم جدا. الختان أولاد لإبراهيم المؤمن بالإيمان، وصاروا من خلال نسل إبراهيم هيتباركوا، اللي هو المسيح اللي جه في المعمودية. بقى جه المسيح وباركنا كلنا، وبقنا الحياة الجديدة، وبقى المسيح لنا بركات المسيح كلها بالمعمودية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.